علاقة أخرى بسرعة، هاي بعد وقت ما ظل عندي. العلاقة بين المؤمنين بشكل خاص، مو العلاقة العامة اللي بيناها قبل قليل، العلاقة يعني الدائرة شنو نصغرها. كانت العلاقة بين المؤمنين بشكل خاص، القرآن شي عنونها علاقة أخوة، أخوة إيمان، إما أخو لك في الدين، هاي عبر عنها. العلاقة الثانية نظير لك في الخلق، هاي أخو لك في الدين. علاقة أخوة، إنما المؤمنون إخوة كما يعبر القرآن الكريم. علاقة أخوة إيمانية، هاي اللي النبي على أساسها آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بينه وبين مولى الموحدين، وقال له يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة. مولانا هسه هاي العلاقة شي ترتب عليها؟ هي 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 شا أحكي شا أقول شا أترك؟ لو ترجعون التراث المعصومين تجدون العجب العجاب، هاي العلاقة العجب العجاب، والله العجب العجاب. من حق المؤمن على المؤمن، بعض الروايات تخلي 30 حق، بعض الروايات تخلي شقد 30 حق، بعض الروايات أكثر من ذلك. ينفس كربته، يقضي حاجته، يستر عورته، ما أعرف شنو كذا، شيء مهول 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 مهول. من حق المؤمن على المؤمن، أوه. وبعض الروايات الشريفة تلخص كل هاي الحقوق بعنوان جامع شامل كامل، رحمة يتسع لكل هذه الحقوق. مثل شنو؟ من حق المؤمن على المؤمن أن يرضى له ما يرضاه شنو؟ لنفسه، وأن يكره له. هسه هذا شلون عنوان عام؟ شنو مصادقه؟ شنو مصادقه؟ أن ترضى لأخيك ما ترضاه لنفسك، وأن تكره لأخيك ما تكرهه شنو؟ لنفسك. تعال بعد أنت ابحث مصادق هاي القاعدة العامة وشوف شنو عندنا مصادق هنا. أوه شنو عندنا مصادق هنا؟ شلون تحب له ما تحب؟ شلون تكره له ما تكره؟ هاي هم فد علاقة موجودة. رقم ثلاثة، ثقافتنا الدينية وهي عميقة خطيرة إلى آخر. أنا قال رواية إمامنا الصادق عليه السلام كان يطوف حول الكعبة، وناداه مؤمن قال له عندي حاجة يا ابن رسول الله، عندي حاجة. يطوف على الكعبة، ترك طوافه الإمام عليه السلام ويجا قال له لو أكملته، قال لهم حاجة مؤمن، حاجة مؤمن، هذا لو ما محتاج ما يصيح لي، إغاثة ملهوف محتاج هذا. وجاء الإمام عليه السلام، هسه محتاج أموال أقدر أساعده، بجاهي أقدر أساعده، مش مدريني، قضاء حاجة مؤمن. هذا مولانا فد عنوان هنا خطير. عندنا بالرواية الشريفة اثنين مؤمنين صار بياناتهم قطيعة، إذا ثلاثة أيام ما حلوها كذا كذا كذا. هسه أخاف أقول لكم شي يصير، والله أخاف، تصورون مبالغات قاعدة أسولي، بعض الروايات تخوف، والله تخوف يعني تخوف. إذا قطيعة ثلاثة أيام ما حلوهم شكلهم يصير كذا كذا كذا. استجيروا بالله، استجيروا بالله. أقول هذا الحق هو ترتب عليه آثار لوازم، حق بين المؤمنين. هذا عنوان الأخوة في الله، الأخوة في الله.